راس أوبو مباشرة من ساحة التحرير رامبوان مينو، أجواء ممطرة بمدينة العرائش. الحمد لله أمطار الخير كتنازل، الحمد لله أمطار الخير كتسقط على مدينة العرائش، خاصة المنطقة ديال رامبوان ديال المدينة. بعد الايام اللي مرت بها مدينه العرائش مشمشه، اللي كانت واحد شويه الشمشه جات، دابا ولات الاجواء عاود رجعت امطار الخير. الحمد لله على هذا الخير، هذا كنتمنى يكون فال على خير على مدينه العرائش. كنتمنى يعني المنازل الايله للسقوط، السلطات المحليه ان دير لي بارير وتراقب، ان الامطار بالخير راه ملي كتبقى طيح بزاف كتبقى واحد بزاف ديال التشققات، لان بزاف المنازل مشقوقين وكاينه قنابل موقوته في المدينه القديمه او لا بالشارع ديال لا توليب او لا قرب الهلال الاحمر او لا منطقه ديال رب قندرح بالزرع. بزاف ديال المناطق اللي فيها قنابل موقوته. نتمنى الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا خير، الله سبحانه وتعالى الناس تكون متفرقه على مدينه العرائش وعلى الفلاحه عامه. وشكرا لاي واحد تبع معنا في هذا الفيديو هذا اللي كان مباشر من ساحه التحرير من رامبوان المدينه، هذه الاجواء غائمه الممطره.